كما رأينا في التقرير الاحتجاجات قد امتدت على أكثر من أسبوع، ولكن الصبغات الاحتجاجية اختلفت. هل كلها تنبثق من نفس المطلب الحقوقي؟ عسامة نسل كله، مرحبا بضيوفك. على مدى أسبوع كانت مطالب فيها من نفس المنبثقة من نفس المطالب يعني الحقوقية، وفيها مطالب أخرى. يعني الاحتجاجات اللي صارت في تونس الأخيرة كلها ما كانتش كلها تدعو إلى سحب الثقة من راشد الغنوشي أو غيره. في صفاقس كانت من أجل محاكمة لنقابيين في وزارة الصحة تابعين لمستشفى صفاقس، وذلك عن طريق دعوة قضائية من حزب الكرامة، من حزب يعني كرامة حزب سيد مقلوب، نعم، ائتلاف الكرامة. واحتجاجات قبطة كانت هي الاحتجاجات عمال الحظائر، وفي السويس وقع اعتقال الكثير منهم بتهم خلنا أنها غابت مع العهد السابق، خلنا أنها مع غابت مع أول كلمة قالها الثائر التونسي خبزنا وبن علي الله، لكن رجعنا لنفس التهم لنفس الزجر بالسجن، رجعنا لطرق مختلفة في تكميم الأفواه. وكان أمام أول أمس كان أمام البرلمان، كانت هناك تظاهرة ضد الغنوشي، نعم، غدوة إن شاء الله باش تكون فما التظاهرة الكبرى ضد لسحب الثقة ضد الغنوشي. فما أحزاب وفما شخصيات وطنية يعني أمضت على هذه الوثيقة. غدا سنرى هل سيتم مساءلته أو محاسبته. يعني تمت مساءلته سابقا كما جاء في التقرير نتاعكم على التدخل نتاعو في ليبيا، ولكن قبله كان كيف يمكن له ان يسافر دون اذن الدوله، لكن عمليا هو حذر يعني. نعم، لكنه حذر عمليا من ان حل البرلمان يمكن ان يسبب الفوضى. لكن الشعب التونسي ليس بحل البرلمان، هو مطالب بسحب الثقه منه يعني. نعم، وإبقائه عضوا في البرلمان بعد السحب الثقة، يعني سحب الثقة منه، يعني سحب الثقة منه كرئيس برلمان ليس بحله. اللي غدوة خارجين والناس اللي مطالبة والحقوقيين والسياسيين والشخصيات الوطنية التي تطالب، نعم، بسحب الثقة، هو ليست مطالبة يعني هو، نعم، فقط الحزب والناطق الرسمي باسم حزب النهضة، نعم، يريد توجيه الرأي العام العالمي والدولي لأمصارهم، لأنه يعني كما تعرف الحركات الإخوانية عندها كلمات تشفير يعني، وعندهم، نعم، أستاذة كاهنة دعيني أنتقل إلى السيد نزار جلادي. عمليا تقول كاهنة بأننا رجعنا إلى الماضي، ألم يختر الشارع التونسي حزب حركة النهضة وأعطاهم الثقة المطلقة ودائما ما حصل الحزب على الدعم السياسي؟ هل المطالبات بإقالة الغنوشي وتعالي صوت المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل أيضا تعود لاعتبارات حزبية داخلية أم في إطار تدخل المواقف الإقليمية إلى الساحة التونسية؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك. ربما ستختلط عني الآن بين الأحاسيس والمشاعر نحو تونس وبين الواقعية السياسية والحديث في السياسة. ما يقع في تونس الآن حقيقة هي لحظة حاسمة لانتهاء مفعول الإخوان المسلمون المجرمون الذين أطلوا علينا بمفاعيل طلع البدر علينا في مطار تونس قرطاج، وقالوا أن نظام بن علي كان نظاما فاسدا وكان نظاما ديكتاتوريا، وهذا متفق عليه. ولكن كشفت الأيام للشعب التونسي الذي أصبح فرصة تحديد السياسيين. ألم يختار الشعب التونسي؟ نعم، اختار التونسيون. نعم، التونسيون عايشوا تجربة ديمقراطية معينة، ذهبوا إلى الصندوق، اختاروا حركة النهضة التي باعت لهم زيفة ووهم التقرب إلى الله في مرحلة أولى، وكان هناك السجال في 2014، ثم باعت أوهاما أخرى للشعب التونسي. والآن الشعب التونسي كل الحقيقة أستاذتي هي السياسية. حركة النهضة حركة تمتص ككل الحركات الإسلاموية، تمتص الجسد
جسد المجتمع وتقدم وعود بين الشعور وبين الوعود المالي. حركة النهضة الآن في حالة انحدار اقتصادي، ليست لها القوة بأن تدفع. وأقول لك أن سبب هذه الأزمة الحقيقية لدى حركة النهضة لأنها الآن الصف الثالث والرابع في حركة النهضة لا يستطيع أن يدفع مالك الخزائن عند الإخوان وهو رجل غنوشي، لأن حركة النهضة لها مشكلتان، مشكلة دولية ومشكلة داخلية مع الشعب التونسي ومشكلة داخلية هي نفسها. المشكلة الخارجية واصطفافها في القضية الليبية وهو اصطفاف مع مجرم حرب من الطراز الأول اسمه أردوغان. المشكل مع الشعب التونسي، هذا الشعب اليوم يملك من الفراسة والذكاء، وكانت معك إحدى حرائر تونس امرأة تونسية، وكم سعدت بأنك مررت امرأة قبلي، لأن نحن نؤمن هكذا. حركة النهضة لا تؤمن بهذه القوة الفاعلة، هذه القوة الفكرية، وهي المرأة التونسية. هؤلاء لا يعترفون لا بالدولة ولا يعترفون بالدولة الوطنية الجديدة، والآن يريدون أن يدخلوا تونس بأكملها في مجرة الإخوان المسلمين وفي صحراء ليبيا. حتى بصريح العبارة راشد الغنوشي له مخطط أن تصبح تونس كلبنان، يعني أقولها بالتونسي، يريد أن تصبح تونس دولة لا مطلقة ولا معلقة، كأنها امرأة ليست في حالة طلاق وليست في حالة زواج. نعم، يعني راشد الغنوشي هذا مجرم بامتياز. ما يقع سياسيا الآن الواقعية السياسية؟